لما شفتيني شايلين شيء سلاح سكين اي شيء ابعدي عني انحاشي لين تهجد شياطيني. في قديم الزمان خرج احدهم بنظريه مفادها زوجوه عقل. طبعا هذه النظريه كانت في زمن الطيبين وكانت تطبق، لكن البعض ما زال يعتمدها. دكتورة، السؤال، هذه النظرية يعني حقيقة كانت مطبقة وفيها حالات شاذة؟ صحيح عاصم، ولكن طبعا احنا بنواجه فئة معينة والحمد لله انها قليلة في المجتمع، اللي هي فئة بتعاني من الإدمان على المخدرات، وفئة بتعاني من الاضطرابات النفسية، كذلك فئة بتعاني من الأمراض الوراثية التي لابد من الكشف عنها من خلال الفحص ما قبل الزواج. لحسن الحظ أنه النسبة عندنا مش مرتفعة، لكن هناك قصص مؤلمة تحتاج إلى حلول. خذ عندك مثال، ابن لعائلة معينة وقع في تعاطي الممنوعات أو عنده أمراض نفسية أو عقلية، بعد معاناة طويلة مع الأمراض النفسية والعقلية قرر أنه يتزوج. عفواً، مو هو اللي قرر، أسرته قررت أنه يتزوج يعني يتعالج حسب نظرية زوجوه يعقل. هذه غلط، نظرية ما هي صحيحة، ما هي بصحيحة. إذا الإنسان مو صاحي ولا هو متزن، كيف العالم يعطونه مع عوائلهم؟ والله هذه نظرية يعني عامة، أوكي، مرت علينا زمان في الثمانينات وفي التسعينات. نقدر نطبقها الآن؟ ممكن، ما في أي دراسة يعني تثبت عكس ذلك يعني، لكن دائما شفناهم حنا كانوا يفحطون وكانوا يعني يلعبون وكذا، لكن لما تزوجوا تحملوا المسؤولية، صار في أهمية لهم في حياتهم، جوهم أولاد تعلقوا فيهم، تحملوا المسؤولية. يعني عقل؟ أكيد، أنا هذا اللي شفته في حياتي يعني، ممكن يكون في عكس ذلك. لابد من وجود الفحص الطبي، ولابد إن هو بنود الفحص الطبي تزيد، يعني ينحط فيها موضوع المخدرات، هل الشخص مدمن أم لا، هل بيعاني من أمراض نفسية، هل بيعاني من في شيء اللي هو الاضطراب النفسي، هذه كلها لابد إن هي يتم فحصها ما قبل الزواج. ازدادت مؤخرا المطالبات بإدراج عدد من الفحوصات الطبية ضمن فحص المقبلين على الزواج، وذلك بعد قتل امرأتين على يد زوجهما في حادثتين منفصلتين لم تفرق بينهما سوى أيام قليلة. كتحليل الإدمان، فحوصات الأمراض النفسية والعقلية حتى تتضح سلوكيات كل شريك كاملة أمام الطرف الآخر ولضمان حياة أسرية مستقرة. مجلس الشورى لا يرى ذلك، فقد رفض قبل عامين توصية التوسعة في برنامج الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، ومن الأمراض الوراثية والنفسية والعقلية. والآن بعد مرور عامين وازدياد حالات العنف الأسرية الأخيرة، يبقى السؤال، هل تعود التوصية على طاولة المجلس مرة أخرى؟ للإخبارية عاصم رشودي.